ضربني قبل برشا مرات تعنف معايا. ضربك علاش؟ الحكايه هذه نتعارك ونجي ماشي لدارنا شد يضربني. ضربني مره الاولى طيح لي صغيري. ضربني مره الاولى ضربني بمشطه طيح لي صغيري حتى وانا حبله عاود نفس الطريقه يضرب فيا. ضربتنيش في الحومه مشيت شكيت بيك وعندي سيرتيفيكا. صارت عليك 1000 مليون. مش نحن رجال المعنقرين الكابوس انسانة طيب وخشمها لوتها وراسها في الميك. ولدي يضربني برشا. ها يضربني برشا ولدي. شنو ولدي محمد علي هو هذا هو هيك يضرب فيا هيك اي يضرب فيا البارح برك هربطني من الدروج معناها يضربني. انا نقول لك انا راني انا مانيش انا مش فاهم شنو يضربك على راسي على عيني على كل شيء. شو نقول لك امراه قلت له بابا قوم خلني يعني نقوم انا عمل لي هكا وقال لي تعدى تحتي تعدى يعني عمل لي ظهره هكا اسمن وقال لي تعدى تحتي فهمت تمشي خليني انا بلاستيك سخونه باش نضغط في بلاستيك والله على نيتي انا مشيت هكا تحت ودرا كيفاش بدا من غير ما نحكي لك تصرفات درا كيفاش فهمت وشدني شدني بالسيف ولا من الكاذيكا ولا ديما يقول لي يا نعمل معك يعني مشي لاختك يعني مش لامك يعني لاخته هو نقولها راهي تقتلك. اش باش نقول لك باك الامراه واحنا المتهمين بالباناليزاسيون مساله هاي الكلمه نتاع تبسيط العنف وتسطيح العنف.